وفي اطار التواجد الشرطي الفاعل توجد السيد وزير الداخليه والسيد يسعد اول وزير القطاع من القاهره هنا في القاهره الجديده. بقالنا دلوقتي حوالي اسبوع بنعمل حملات مكبره بيشترك فيها مامير اقسام القاهره اول وثاني وثالث بظباطهم بخدماتهم المحليه، بيشترك فيها البحث، المرافق، المرور. يبقى حمله الهدف منها رفع الاشغالات، تحسين الصوره العامه للشوارع. في بعض السكان متضررين من الاشغالات اللي موجوده، طبعا بنحاول نخفف عنهم. وفي نفس الوقت بتبقى حمله الهدف منها اشعار المواطن بالتواجد الشرطي الفعال، ان احنا دايما موجودين وكل يوم موجودين، بالنهار موجودين وبالليل موجودين، والحمد لله عاملين مجهود كويس بقالنا 3-4 ايام. ابعد العساكر ده، ابعد العساكر، تعال ورا. اقعد استنى يا عم سامي.